باسمه بدينا وعلى بركته دائما ودائما نتوكل. نتمنى التوفيق لكل المشاركين والمتابعين. هنا ينطلق شوطنا الرابع وتنطلق هذه الشعارات، هذه الأسماء هنا على أرضية هذا الميدان، وينطلق مبلش على المركز الأول. هادي بن سالم الأفجع المري من يتابع مبلش على المركز الأول، وبلشنا اليوم يا الأفجع مع انطلاقة مبلش على المركز الأول. المركز الثاني الذيب، وخلك ذيب يا الذيب لا ياكلنك الذياب اليوم. محمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران من يتابع ذيب على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين، قال ان بغيت السبق متواصل مر على شاهين وعياله. ها هو شاهين، ها هي السلاله الدماء الشاهينيه. المركز الثالث تعود ملكيته لسالم بن سعيد المري. المركز الرابع لفان على المركز الرابع، وتعود ملكيته لناصر بن راشد بن بخيت من يتابع لفان على المركز الرابع. والمركز الخامس شاهين لمحمد بن صالح العتيبه، نعم صاحب اول الأشواط الرئيسية للإبكار. يطلق عنان شاهين، هنا ندخل في أجواء الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير. مبلش مبلش وشاهين ما شاء الله تبارك الله. شوف الكوكبة، الكوكبة ثنائية، الحوار ثنائي يرى نهابة. تابع المركز الأول، تابع هنا على الصدارة. هنا شاهين لصالح لسعيد لسالم بن سعيد المري، لكن مبلش 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 أبلشنا اليوم يا مبلش. مبلش ولا الذيب؟ الذيب لمحمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران من يتابع الذيب على المركز الأول. الستمائة متر الأخير، المركز الثاني أشوف شاهين قادم لسالم بن سعيد المري. المركز الثالث شاهين لمحمد بن صالح العتيبة، لكن الذيب الذيب يعوي اليوم. الذيب يعوي على المركز الأول، يقود هذه الأسماء، يقود هذه الشعارات. رابع الأشواط للذيب، رابع التحديات لمحمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران المري. غادر المري مع انطلاقة الذيب، مع انطلاقة الذيب. سلامي يا ذيب، سلامي على هذا الشعار المتميز. لكن الموج قادم لمحمد بن حمد بن جهويل على المركز الثاني. الذيب الذيب ولا الموج؟ الموج وصل، الموج تغلب على ذيب. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. الموج الموج تهانينا والناموس إلى محمد بن حمد بن جهويل المري على فوز الموج بالمركز الأول. المركز الثاني ذيب لمحمد بن مبارك بن عبد الله بن سفران. والمركز الثالث، المركز الثالث شاهين لجار الله بن سالم البخيت. هكذا نعم هي النتيجة. نعود ونهني محمد بن حمد بن جهويل المري على فوز الموج بالمركز الأول. وتوقيته الزمني 4:03:04.74 هو التوقيت الزمني. نعم، وبدأ يغادر التوقيت مع انطلاقة الموج لمحمد بن حمد بن جهويل.